من علينا يا البلد أرضك نسون ترابها ربع الوفا يا ربعنا اسلام لنا وابقى لنا ربع الوفا يا ربعنا اسلام لنا وابقى لنا منزولنا وعين البلد محب حول بلادنا ربع الوفا يا ربعنا اسلام لنا وابقى لنا ربع الوفا يا ربعنا اسلام لنا وابقى لنا اوف 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 بلدنا نروح نحميها بلدنا عديدنا العزم والهم بلدنا هي بلدنا بلدنا نروح نحميها بلدنا عديدنا العزم والهم بلدنا يا أقدس أرض أنت يا بلدنا يا عسف يا الروح يا فضة ودهايا أسعد الله مساءكم جميعا وأهلا وسهلا في هذا المقر المتواضع في هذا المقر التي انطلقت منه إشارة النصر وإن شاء الله إن شاء الله بدعائكم وبتأييدكم وبمحبتكم نعود نحتفل على هذه الأرض بليل الانتصار. أهلا وسهلا بكم. ميعاد حاضرين نشوف الشريط. اسمحوا لي أولا أن أرحب ترحيبا خاصا برجال القائمة الموحدة التي تمثل العائلات العريقة في عسفيا والتي تمتد جذورهم إلى مئات السنين وهم معروفون بالخدمة الإنسانية والاجتماعية والسياسة لهذه البلد. ندعو لكم باسم كل هذه المجموعة بالنجاح وإن شاء الله نراكم في المستقبل كما عهدناكم إن شاء الله يا رب. إخوان لابد من مباركات من بعض الإخوان الذين شرفونا في هذه الأمسية الجميلة. فأتشرف بدعوت أولا المحامي المرشح في قائمة العضوية الأخ عايد كبير. تفضل. مسيكم بالخير جميعا حضرات المشايخ الجمهور الكريم. شرف كبير إلي أن أكون في القائمة في قائمة الأمل الداعمه للأخ والعميد وجيه كيوف. وجودي مرة ثانية بيزيدني شرف أكثر. فأبو عميد بنقول لك طريقنا واضح كان واضح وما زال واضح وإن شاء الله في 22/10 سنثبت لك ذلك. شكرا كلام مختصر وكلام ثمين. نشكرك جدا وإن شاء الله طريق الجميع تكون واضحة وليس فيها لا إرهاب ولا تخويف ولا شيء. واللي بيفهم بيفهم. إخوان رايق شروف. رايق بدنا نسمعك تحكي. أنا بعرف رايق صديقي وزملته في المجلس المحلي واليوم بدي أسمعه يحكي. أول مرة تهرب المرة بشرح خليك تطلع برا. تفضل. مساء الخير للجميع. رايق الأنبولس بيعرفوني 17 سنة في المجلس. بعرف أبو عميد وبعرف الجميع. اشتغلت مع أبو عميد لما كنا بدنا نقدم أشياء وفيش تجاوب نروح لأبو عميد
نقول له قدم لي اياها ونقدمها. اقول لكم انه مره الامبولوس حتى وقفوا لنا اياته. رحت لابو عميد وقلت له الامبولوس وقف مجبور يرجع 24 ساعه. بمصر ساعدته قدمنا الاشي وشغلناه 24 ساعه. ابو عميد احنا بنعرف 4 سنين تقريبا الا اشتغل 24 ساعه ونتمنى له 24 ساعه لخمس سنين الجايين. بتصلح ابو عميد حبيبي اياك وظلك في شبابك. معاد الشريط الثاني تفضل. عينه احنا وجدودنا وارضنا واجدادنا وتاريخنا. مشان هيك العين اهم من السياحه ومن كل شيء. انا بدي كل طفل عزفي يوصل على العين ويعرف مين العين ويعرف شو كان في العين ويعرف انه سبب وجود عزفي هو العين. اليوم زفت العريس بتكون قرب للسهران بياخذوا العريس من هون بزتوه في البركه بركه البلد بركه الخير تبعت البلد. هون بزفوه هون اهله بقودوا. هيك كانت زمان البلد هيك كان العريس ينزف. العين هو اهم مشروع بالنسبه لي انا قمت فيه. اول شيء كمواطن في هاي البلد، ثاني شيء مشان اجدادنا اساسا نقولهم الله يرحمكم ونقولهم انه احنا وراكم بدنا نحافظ على تراثكم وتراثنا وسبب وجودنا هون في هاي المنطقه. فمشان هيك انا اليوم بادي العين. العميد أنت وزملائك أعضاء المجلس المحلي لأنكم جعلتم عين البلد قرة عيوننا، فشكرا جزيلا لكم من قلوب جميع الموجودين هنا. فكل واحد بيشوف العين إلا في عنده زاوية من ذكرياته ومن تاريخه ومن ماضيه يرتبط بعين البلد. فالشكر والتقدير للمجلس المحلي برئيسه وأعضائه. مروان تصبح على خير. مالك فرج بكير؟ ما في عندنا التزام. طيب مع السلامة وشكرا على تشريفك. أنت والإخوان. بارك الله فيكم. أتشرف بدعوة الأخ طعمي روحانا عضو المجلس المحلي الفعال. تفضل. مساء الخير للجميع. أول إشي مبارك للأخ فرج على افتتاح المقر، ونتمنى إنه القوائم كلها في عسفيا تنجح. ولأبو العميد شو بدي أقول لكم، 4 سنين أنا وياته يعني إيد بإيد، ولو ما كانش منيح أبو العميد كنت زمان فلتته، بس الحمد لله قد الحمل وزيادة. وكمان مرة بنتمنى له النجاح. شكرا للاخ طومي. وبعد شوي كمان شريط اتشرف بدعوه الاخ كنج ابو فارس. تفضل. مساء الخير للجميع، مع حفظ الالقاب والاسماء للجميع لكل عزيزين على قلبي. اتواجد معكم اليوم لسبب كبير، اوله قبل 4 سنوات لم أتواجد معكم ولم أدعم الأخ وجيه، وذلك لأنني أعطيت وعدا، وها أنا اليوم أقف أمامكم في مقركم متمنيا لكم جميعا النجاح، لأن النجاح هو نجاح البلد.
وعندما تنجح البلد كل فرد منا ينجح. أنا معكم لأنني راقبت ورأيت وكتبت، وعلى هذا يشهد رئيس المجلس، وكل ما كتبت من المصلحة العامة، لأن أهم شيء الشخص أن يكون عنده مبادئ، والمصلحة الشخصية أن تكون على جنب، لأن المصلحة العامة هي المهم. لذلك كل ما كتبت كان في مكانه، واستجاب إليه الأخ وجي. وعلى مرار الأربع سنوات الأخيرة وجدت هنالك رجل يهمه تطوير البلد على جميع الأصعدة، أكانت شخصية، أكانت اجتماعية، أكانت تربوية وثقافية، وليس كما كتب في الجرائد، لأنني ملم وأعلم وموجود هنا في عسفيا وغيور على عسفيا، ما كتب في التربية والتعليم لا صدق له إلا شهر، لأن التربية والتعليم لا تبنى النتائج في سنة وسنتين وأربع سنوات، إنما تبنى على مدار 12 و15 سنة، وكلنا نعرف. ثانيا، المدرسة هي شيء مهم، ولكن الأهم من ذلك السلطة المحلية، والأهم من السلطة المحلية أعتقد البيت هو مركز كل شيء. لذلك التربية والتعليم هي موجودة بيننا وعلينا، وأهم شيء إنه أولادنا الأطفال أن يكونوا مستقبل عسفيا ومستقبلها أن يكون زاهرا. من هنا اسمحوا لي أن أبدأ بالنسبة لهذا اليوم الذي يبتدئ أحد أيام أول أيام العشر المباركة، وهذا دليل إن شاء الله على التوفيق، والتوقيف هو التوقيت هو صح، وإن شاء الله يكون في 23 شهر الشهر نجاحا كبيرا. ثانيا، أنا موجود معكم لأقول للطاقم الانتخابي، بما أنه نحن موجودون بصفة أهلية، الطاقم الانتخابي إذا أردتم أن تنجحوا فعليكم أن تعملوا، ونجاحكم هو نجاح رئيس البلد، وإذا نجحتم نجح رئيس البلد، وكل واحد منا إذا جاب 10 أصوات في 300 فيكون 3000 صوت، فهذا مهم جدا نجاح وجيه. إخواني، أقول يستحق وجيه، لأنني واكبت الأربع سنوات وفعلا قام في جميع المجالات، ولذلك أقول له شكرا وأبارك هذا اليوم لأجل أن يكون يوم النصر إن شاء الله قريب، وأشكر الجميع، وإلى الأمام إن شاء الله. شكرا جزيلا أخ كنج على هذا الكلام الذي نقدره ونثمنه غاليا، وهذه الثقة تأكد أنها ثقة ثمينة عندنا. شكرا. الشريط الثالث عن الرياضة، تفضلي. أنا دخلت إلى المجلس المحلي وفي الأشهر الأولى قمت ببناء المدرج اللي أنتم تشوفوه هون، والسنة هاي قمنا بالجدار هذا كليا بنشوفوه كلياته، اتعاقدنا من أجل الأضواء هنا بأربعة مليون شيكل، طبعا من أجل جعل هذا الملعب ملعب يضيء ليلا لجميع الطلاب واللاعبين ولجميع الأطفال وكل المستويات من الفرق، إن كانت شبيبة أو أولاد أو كبار. في نهاية السنة تنتهي خطة الشفاء والمحاسب المرافق سوف يخرج من المجلس المحلي، ونحن سنقوم بدعم
الفرق الرياضية أكثر وأكثر مما دعمناها سابقا. الإعداد والإخراج ممتاز، قصير والعينيان. رأينا شريطا مختصرا عن الرياضة، والآن أتشرف بدعوة مارس بورتش العسفية الأخ أبو بركات أحمد واهب، تفضل. مساء الخير للجميع. أولا يا إخوان، زي ما قالوا الإخوان، هو نحن رفقنا وجيه من 4 سنوات وإحنا على العهد مستمرين، ولكن دائما في الأمثال بتقول، وأنا بذكر وجيه لما كان في المعارضة قال: لا يصل الناس إلى النجاح بدون أن يمروا بمحطات التعب والفشل واليأس، ولكن صاحب الإرادة القوية لا يطيل الوقوف في هذه المحطة. فوجيه بسبب الإرادة والقوة اللي عنده والعزم وصل لوين وصل. فأنا بتمنى لك النجاح، وبتأمل نشوفك رئيس مجلس في 22 الشهر إن شاء الله. بدعائك وعملك الدؤوب يا أبو بركات سيصل وجيه إلى ما تتأمل وتتمنى يا أبو بركات. إخوان، قالوا وضعوا عسفيا على خريطة الرياضة، رياضة كرة السلة، والفضل كل الفضل يعود إلى شاب طموح رياضي من الدرجة الممتازة. أتشرف بدعوة، وهو زي ولد عندي زي ابني، سميح كيوف، تفضل. شكرا ومساء الخير للجميع. أنا بحب أقول شغلة واحدة، أنا في مجال كرة السلة تقريبا 10 سنين، واشتغلت في مع العرية واشتغلت مع كثير رؤساء مجالس، ولو مرة قبلت تجاوب زي ما قبلت من وجيه كيوف، مش عشانه ابن عيلتي، مش مرة طلبت منه شغلي بقول لي: سميح أنت بتقول وإحنا بننفذ، وبس مش عشان سميح كيوف، عشان أولاد آسفيا، فإلك فضل كبير في شو بصير في مجال كرة السلة في آسفيا. شكرا كثير، وإن شاء الله في 22 شهر نكون مع بعضنا. شكرا سميح، طول عمرك وخليك مستمر في النضال تبعك وفي شغلك ان شاء الله. الشريط الرابع تفضلي. شكرا سيري. وجيه كيوف وعد ونفذ، هاي المشاريع بتحكي والصورة واضحة، عشان هيك انا طريقي واضح. أنا اخترت وجيه كيوف لرئاسة المجلس لأنه إنسان صاحب تجربة صاحب خبرة، هو كان في المجلس أساساً قبل ما يكون رئيس، كان عضو فترة طويلة. ثاني إشي، هو مقارنة مع باقي المرشحين هو طرح برنامج عمل وعم يفرجينا منه الإنجازات اللي عملها، باقي المرشحين عم يفرجونا شو ممكن يعملوا. النقطة الأخيرة اللي بحب أأكد عليها إنه وجيه كيوف من وقت مقام المجلس المحلي هو أخذ أقل فترة للرئاسي وعمل فيها أكثر إنجازات، عشان هيك أنا طريقي واضح. أنا مع وجيه كيوف لأنه وجيه كيوف أثبت قدراته، أثبت وجوده. وجيه كيوف آمن وحقق، وعد وأوفى. وجيه كيوف رجع مجلس عسفيا لأهل عسفيا. وجيه كيوف رجع عسفيا عروس الكلب. عشان هيك أنا طريقي واضح. لأول مرة بحس بانتماء إلى بلدي، وإنه إحنا الشباب إلنا دور في صنع القرار. عشان هيك أنا بدعم وجيه كيوف لأنه طريقي واضح. أنا كطالبة جامعية أول مرة بحس كمجلس محلي بدعم طلاب الجامعيين وبيفتح مجال سلك التعليم قدام طلاب وطالبات، وعشان هيك أنا طريقي واضح. أنا كطالبة جامعية اخترت أني أدعم وجيه كيوف لأنه وجيه كيوف هو العنوان الوحيد لدعم الطلاب الجامعيين من الناحية المهنية والمعنوية والمادية، عشان هيك أنا طريقي واضح. طريقنا واضح، اللي شفته ومصدت منه أنه مع وجيه كيوف حققنا الأهداف، وأنا متأكدة إنه رح نحقق بعد أهداف. إذا عمل في 3 سنين كل هذا، أنا متأكدة من 5 سنين الجايين رح يعمل أكثر من هيك. اقلب عسف يا جميل، عشان هيك أنا طريقي واضح. وأنت تزينت البلد على العيد، وأنت كان عندنا مهرجانات وفعاليات ثقافية ومسرحيات، وأنت كنا نطلع نطبخ ونفرح مع بعض. مع وجيه كيوف صرنا كلياتنا عيلة وحدين، عشان هيك أنا طريقي واضح.
بصراحة أنا عجبتني طريقة التعامل من خلال تجربتي مع وجيه، الإذن الصاغي والإحترام، عشان هيك أنا اخترت الطريق الواضح. وجيه كيوف إنسان ضميره حي، وجيه كيوف وعد ونفذ، وجيه كيوف عمل في شتى المجالات، اجتماعي، سياحي، تربوي، ثقافي، إيش ما اشتغلش، الملعب، العين، مركز الطفولة المبكري، الشؤون، أعطى منح دراسية، تعبيد الشوارع، البنية التحتية، الإضاءة في الحارات. عسف يا معوجي كيوف تسمو إلى الأعالي. أنا معوجي كيوف لأنه إنسان واضح، أنا طريقي واضح. راح يختار يختار أي نوع رياضة يختار، لأنه قبل كان كل شيء معدوم. أنا معوجي كيوف لأنه بدعم الرياضة والشباب، عشان هيك أنا طريقي واضح. أنا مع وجيه كيوف لأنه أنا بحب بلدي وبفتخر فيها زي ما هي إسا. وجيه كان وما زال أحسن رئيس لحد اليوم، لإنجازات النظافة التربية والتعليم، المدارس الجديدة كلها بتحكي، عشان هيك طريقي واضح. أنا مع وجيه كيوف لأنه إنسان له وجدان وضمير حي، وتجربته كبيرة في مجال الحكم المحلي والمجالس المحلية، عشان هيك أنا طريقي واضح مع وجيه كيوف. حريقة كانت كارثة كبيرة على البلد وأهل البلد، بس مع وجيه كيوف حسينا بأمان واطمئنان، عشان هيك أنا طريقي واضح. شعور حلو إني أول مرة بصوت، والأحلى إني أختار الإنسان المناسب، عشان هيك اخترت وجيه كيوف. شاهدتم أيها الإخوان وسمعتم كيف يفكر الجيل الصاعد، الجيل الذي لا يحتاج إلى وعي سياسي ولا إلى نضوج سياسي، لأن بعض المرشحين يقول أنه سيدخل ويخلق الوعي السياسي والنضوج السياسي في عسفيا. فتعالى تعلم درس من هؤلاء عماد المستقبل. أهلا وسهلا بكم. أتشرف الآن بدعوة الشيخ مهنا أبو سادة، عضو المجلس المحلي الذي كان الساعد الأيمن لأبو العميد في هذه الفترة. مش راح أطول كثير ولا راح أخطب، لأنه محضر الخطاب، لما ضبط أبو عميد إن شاء الله يكون عندك الخطاب اللي محضره، راح يكون مش إسا لقدام، بس إسا ببارك لأبو عميد محله الانتخابة. وبقول لكم إشي واحد، نقطة صغيرة، مع أبو عميد انسينا حرف السين، سنعمل، س س س س أبو عميد عمل وعمل وعمل وسيعمل، وأنا بعرف البرامج اللي لقدام. عسف يلي وحيد اللي راح تربح إذا أبو عميد إن شاء الله راح يكون في 22 رئيس المجلس، وهو راح يكون. هذا دعاء من القلب يا شيخ، وصدقني أذان السماء مفتوحة. أتشرف بدعوة زميلا آخرا ساعد ووقف إلى جانب أبو العميد أثناء خدمته كعضو مجلس محلي، الأخ أمل شروف، تفضل. مساء الخير للجميع. أول شيء أنا كمان بشد على هذا أبو العميد وببارك للجميع، لأنه المقر الانتخابي هذا حسب ما احنا شايفين في الوجوه الموجودة، الوجوه الطيبة وجماعة محترمة، وهذا بس بأكد أنه إن الله راد، إن الله راد في 23 الشهر إحنا بنكون عم نحكي قصرنا قصص، لأنه هاي إن الله راد تكون جولة انتخابية مميزة وقوية، وبدأت تعطينا بس النصر في القوة تبعت الجميع وفي الاحترام المتبادل مع الجميع، وشكرا لكم. شكرا لك عمل، خلينا اياك. نديم وين سليم؟ سليم هون؟ سليم والله شو بدي اقول لك، تفتح العين، وانا بتأمل لك مستقبل كبير. انا قلت لك عم بواكبك وعم براقبك، وأنت تنتقل كل مساء من جيد إلى أجود ومن حسن إلى أحسن. شكرا جزيلا على هذا البرنامج المصور.
معاد على الشريط الاخير اذا تسمحي. رغم الفتره القصيره التي كانت لنا في المجلس المحلي فاستطعنا من انجاز العديد من المشاريع في عده مجالات، مثلا في موضوع التربيه والتعليم احنا انجزنا مدرستين، احنا قمنا في بناء بيت الطفل، احنا قمنا بتجهيز المدارس من غرف كمبيوتر، احنا قمنا بتجهيز المدارس وقمنا بترميم المدارس والقاعات الرياضيه، احنا قمنا في بتوزيع تقريبا 800 منحه دراسيه في اسكا، قمنا بتوزيع 260 حاسوب للعائلات اللي هي بحاجه، وفي مجال الثقافه احنا اخذنا كمان دار كامله اللي هي قاعه اسكا تجمعنا اللي كل شيء. حديث صريح مع بعض بلادنا كانه انا بحكي مع كل واحد منكم بشكل خاص. قالوا في الاونه الاخيره الانجازات ليست انجازات. العمل ليس عمل. جاء وجيء ليكمل. جاء وجيء يقلد غيره. جاء وجيء كذا وكذا وكذا. وانا بسالكم بربكم بضمير هل هذا صحيح؟ اللي بيمشي في الشارع عسفة ألا الشارع نظيف في عسفة أليس هو إنجاز؟ مدارس تبهر النظر بداخلها وبمضمونها وبشكلها أليس هذا إنجاز؟ رعاية الشباب وعندما أستمع والله أشعر بالحزن بالأسف يتكلمون عن الثقافة اللامنهجية وكأنهم أصبحوا علماء في الثقافة اللامنهجية. إذا بيعرفوا شو معنى الثقافة اللامنهجية كل هذه الدورات التي اللي حكى عنها امبارح وجيب في لقائه في تلفزيون البسمة بدل إنه ما فيش ثقافة لامنهجية في عسفية. عيب يا جماعة والله العظيم عيب. الثقافة اللامنهجية يا إخوان هي كل ما يدور في قصة تدريب وتعليم وتثقيف ما بعد ساعات التدريس في المدارس. هذه الثقافة اللامنهجية التي لا تسير حسب منهاج مدروس معطى من وزارة المعارف إلا حسب جهود المجلس المحلي ومن حوله من الشباب الذين يدركون ماذا يعمل. أشياء ثانية قالوا وجيه يتباهى وفي بعض الأديان التباهي يحوله إلى إنسان أناني ديكتاتوري يأخذ القرارات بنفسه وينفذ بنفسه ويعمل بنفسه ويعين من يريد ويفصل ما يريد كأننا نعيش في دولة من العالم الثالث. أنا أسأل بس أعضاء المجلس المحلي ألم تؤخذ قرارات المجلس المحلي بالإجماع؟ يا جماعة والله العظيم عيب شوية خجل بس. قرارات المجلس المحلي أخذت بالإجماع وما كان على وجيه إلا أن ينفذ ما أخذ من قرارات. ووجيه تذكروا قبل 4 سنين في هذا ماذا قلنا؟ وجيه ينتخب كخادم لهذه البلد مش رئيس لهذه البلد، وأثبت خلال 4 سنين أنه خدم بلده بإخلاص وبتفاني، واللي بيشوف الاشي يشوفه واللي ما بيشوفه هاي مشكلته مش مشكلتي ولا مشكلة وجيه صدقوني، وأنا متأكد مش مشكلة في مفاجأة إخواني. اليوم عيد ميلاد أبو عميد، فيا أبو عميد نتأمل لك ونتمنى لك العمر المديد ونقول لك هابي بيرثدي تو يو. ها
هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي وجي. يلا قولوا شو السري، وين البنات؟ بس البنات اللي بتحيلوا وجي. بدك احلى من هيك عيد ميلاد؟ قل لي في حياتك شاف صار لك عيد ميلاد هيك؟ وبهذه المناسبة الشريط حاضر؟ طاقم الشباب على انه يعطيه على نيته يربح هاي المرة لحتى يقوم في واجب هاي البلد. كل عام وانت بخير يا ابو العبيد. اخوان شفنا وجي على الشاشه وسمعنا وجي وسمعنا حكي عن وجي، والان اتشرف بدعوه رئيسكم المقبل ان شاء الله وجي ابو العبيد، تفضل. شكرا ابو مروان. مشايخ الاخوان الاخوات زملائي اعضاء المجلس اهلي المتواجد هون، احنا دعينا الاهل. اول شيء بدي اشكركم على حضوركم، ثاني شيء احنا وضعنا امامنا انتخابات قصيره، 22 الشهر 17 يوم من اليوم، 18 بكره 17، والانتخابات هي ليست فقط اجتماعات انما دقة ساعة العمل. هذا اليوم احنا دعينا الاهل على اساس تعرفوا انه هذا هو المقر الانتخابي، واحنا كل ليلة بنلتقي هون في هذا المكان، وكل ليلة في عنا اجتماع احنا ملخص الساعة 10 او 11 في الليل. زي ما تابعنا الانتخابات او سيرورة الانتخابات الاخيرة، هيك لازم احنا نشتغل في الانتخابات هاي. احنا مش بحاجة نقنع واحد الاخر، احنا عايشين في واقع مش 2 مليون شيكل، 2 مليون مواطن في اسفيا ابدا، 12,000 مواطن، 8,000 بصوتوا. افتكر المجموعة اللي هون كلياتها بتعرف وتشوف أكثر من وجي كيوف في شو نعمل في هاي البلد. أما في مجموعة بنشغلش عليها، لأن في مجموعة بتشوف شي خبال على زمان، في دائرة من الدوائر في آسفيا بتشوف شي ولا بتشوف شي، يعني بتمرق من حد الشؤون الاجتماعية ولا في هناك محل. اسمعوا مني، مش شايف اشي. مشان هيك هاي المجموعة احنا حرام الشغل عليها، احنا في عنا كمية اصوات لازم للانتخابات تكون معنا. احنا نؤمن في الحوار مع الناس، في الديمقراطية، نؤمن في الحديث مع الناس، احنا بنآمن للناس، احنا بدنا الصوت بمصداقية، بدناش نضحك على حدا. يا جماعة بدناش نضحك على حدا، احنا بدنا انسان يآمن في نفسه، احنا بدنا نبني انسان اللي يشوف في بصره بصيري، هذا اللي بدنا اياه. احنا نحط ثقافة سياسية جديدة في هاي البلد، احنا بدنا شفافية، احنا بدنا براءة، هذا اللي بدنا اياه. فمنشان هيك
انتوا فاهمين كل القصة من أولها لآخرة. فيهن مرشحين حاملين هموم عسفية على ظهرهن وجايين يحلوها. فيهن حاملين همومهن على ظهرهن وجايين على المجلس يحلوها. افهموها كيف بدكم. فمن هون انا بقولكم انه احنا من اللي حاملين هموم البلد وجايين نحلها، لانه احنا بنآمن انه هاي بلدنا وهي ارضنا وانتو اخوتنا وكل البلد اهلنا. مش مهم، احنا لازم نسمع امرار ونسكت، لانه العاقل هو الانسان اللي بيشوف المستقبل، العاقل. فمن هون احنا بس بطريقة الفكر والحوار والطريقة الصحيحة والصدق والتفكير الصح احنا بندخل لبيوت من ابوابها، بس من ابوابها بندخل. فمن هون انا بدي اشكركم كثير على حضوركم، انتوا اهلي واحنا على هذا الطريق ماشيين. 22 الشهر ان شاء الله احنا رايحين نلتقي من اليوم وغاد كل ليله هون، اما اخر ليله ان شاء الله للانتخابات بتكون في 22 الشهر. اهلا وسهلا فيكم، شكرا لكم. دقت ساعه العمل من اسا وغاد بس شغل في قضية الانتخابات، في قضية تجنيد الأصوات الأخيرة، لأنه اليوم من بعد ما الإحصائيات بينت، أنا قلت صار في أسفي عاملين حوالي 10-12 سكر، 10-12 سكر، وأنا عملت مثلا سكرين، ومبارح قلت شو سكرين، يعني احنا قاب قوسين زي ما قالوا، احنا في 40%، ولكن في غلط في سكرين ممكن يكون 2%. عشان هيك هاي الصوت احنا لازم تيجي لقوتنا. انا افكر انه اللي عنده سكرين يكشفها، زي ما انا كشفتها، لانه سكرين هاي أنا قلت امبارح في البسمة إنه مش أهل المكر عملوها، أهل آسفي عملوها، فكل واحد يعمل سكر يتفضل يكشف. الموضوع الثاني موضوع القائمة، قائمة الأمل هي قائمة حتى في سكريم أقوى قائمة في آسفيا، وبدأ أجيب اثنين. والهدف انه القائمة تكون قوية جدا. ومن هون انا بقول لكل الشركاء في القائمة، احنا بنشتغل للرئاسة والقائمة وللقائمة والرئاسة، لانه احنا موجودين في نفس الطريق وفي نفس المسار. فمن هون احنا مش رايحين نتنازل ولا اي صوت، رايحين نشتغل على كل صوت، واحنا رايحين نقول الحقيقة لكل مواطن. فالحنجرة تبعي أنا هو أنتو، والحديث الصح اللي بنقله والحق، بديش ولا أي إشي أقل من الحق، والحق أنتو. فمن شان هيك بس عن طريقتكم انتو انا بقدر انجح. شكرا لكم واهلا وسهلا فيكم، والى اللقاء بكرة في ساعات المساء هون في هذا المكان في هذا المقر. الى اللقاء.
بده يتحدى هذه البلد بيتقدى في مين بيحمي الدار بالحق يصون حدا